اليوم مشينا لمرأة برشا توانسة لقاوا حل باش تحللوا مشاكلهم، وتوانسة آخرين يعتبروا اللي تعمل فيه التجيل. باش نحكيو معها السحر، باش نعرفوا برشا حاجات نعديو معها النهار. اليوم نهارنا مع شريفة المغربية، نمشي ونشوفها. دم شريفة كنترول هذيك خدمتنا اش نعملوا؟ انت اول مرة بدك تشوف اول مرة شنو المشكلة؟ لازم نعرفها. في خدمتي نبدا مضطربة، ما عادش حاسين نخدم، ما عادش نحب نرقد، ما عادش نحب ناكل. جيني هكا فترة تفين، جيني فترة هكا وعندي ديجا حكيت في لحي يطلع لي دور الدور الحمر. تشوفي خيالات ولا لا؟ في الليل نشوف كوابيس، حاجات غايبة. شنو تشوفي؟ حشك كلاب، حناش طايحة من الفوق؟ والله اللي أكثر حاجة نشوفها عباد اللي هكا بشي يهزوني بشي هكا حاجة الحقيقة معناها. الأعراض اللي عندك أنت، عندك مس، عندك أداء. المدام عندها المس، عندها الأداء، الأداء هذا يجي من السحر، يمكن هي فحشت حاجة تاع السحر، وك السحر هذاك ولا لا أداء. شكون اللي عملوا لها؟ لا 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 لا، ما يعلم بالغيب إلا الله. احنا ما تحبش تدخل فيه؟ لا ما ندخلوش الشرك الله في العلم الغيب. لا 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 بابا، اللي يقول لك الشريفة المغربية عملت لي سحر ولا عملت لي حاجة خايبة ولا قالت لي هذاك عمل لك ولا فلانة عمل لك، يحاسبني به. أنا راني نخدم بصدق وورقة بيضاء هكا قدام الناس الكل، هكا بيضاء، ما نخدمش في النوار، نخدم كان هكا. ما تاخذ شيء من تونس؟ تم حاجات في تونس، اما هذوما الدوايات الاكثريه من المغرب. هذه جوزه من المغرب، هذا الشب يحيد العين، نعملو هو الحرمل ينحي النفس، اللي عنده النفس، اللي عنده النحس حشاك ورق الصدر، يتعمل مع الرقيه الشرعيه مع الماء المرقي ينحي السحر. هذا زعفران الحر، فيجل والجاوي الاحمر والحرمل، هذوما الثلاثه يهربوا الجن من البشر، يبعدوا عليه الاداء اللي مستادي. خرق كل هذوما خاصين بتنحية العكسيات. اش نقولك في الريحه؟ قديش المعدل في النهار؟ معدل هكاك 40 45 نقصنا على خاطر الكورونا، باش نحتفظوا على الناس وعلى ارواحنا نجيبوا اقل عبيد. الكورونا مستلك في خدمتك؟ مستك في خدمتك؟ اي طبعا. قديش قديش طيحت شيفر دافير؟ طيحت ثم 50% نقصوا 80% طيح. اليوم قديش دخلنا المخزون؟ لا استحاله. التونسي نشوف انه ما يوصل يجي باش يداوي اعشاب وما يمشيش للطبيب، كان انه في حاله ياس. تم لي يمشي للطبيب وتم لي ده هو طبيب. ثم الطب يجيوك؟ طبعا يجونا الناس من الفئات الكل، تم رجال اعمال، تم سياسيين، تم سياسيين، تم انا ما نعطيش لحتى واحد على خاطر هذاك ممنوع. هل صحيح انه زين العابدين بن علي كلموك مره من القصر؟ اي وطلبك وحبك حب يقابلك. اي ومشيت له؟ مشيت. شنو صار؟ خلي السر ما نجمش. مشيت للقصر. مشيت. وشكون قابلت في القصر؟ قابلت ليلى وقابلت الزين الله يرحمه، ثم كان سحر وفكيت السحر، اعطوني. وعاود اتصل بيك ولا ما عاودش؟ اتصلوا بيا ومشيت برشا مرات. ما تعاود تقعد ديما تمشي القصر؟ ثم من لعبيه كره يجيوك؟ يجيونا لعبيه كره. علاش ما تجيك قبل ما يلعب الماتش باش انت تقول له مركي البونتو؟ لا يجي مثلا يقول لك انا وليت نطيح وليت نتكسر وليت تصير لي اغراقي، عندي كونترات وتعاملهم باش نخرج وما خرجتش، عندي حاجات طلغات لي، يجي تبارك الله ويحصل نتيجه مزيانه. احنا اي حاجه ولينا سهله نقولوا سحر. لا انتم مثلا تخدموا بها وليتوا مثلا. لا 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 اسمعني خويا، ثم حاجه بسيشي مش كل حاجه سحر. اي ثم اللي نسمعوها احنا نسالوا سؤالات يكون هو بشيء معناتها لازم يمشي للطبيب. يجيوني معناتها في حاله ياس بالحق، معناتها بالعكس معناتها يجيوا للكابيني اخر حاجه، وساعات الحاله نتاعهم ماهيش عند بسيكولوج، ساعات الحاله نتاعهم عند بسيكياتر، معناتها
حالة معناتها ياسر خايبة ويصيروا في الاخر يجيو هوني يتسكوا يقولوا كلام يكشكشوا لوخكور الكل معناتها يبدا يتهز ويتحط. كي تمشي للعرافة تقول لك كلام نجم يتشوك وتولي تروماتيزي منه وتكروا ديجا لو فات اللي تكروا عندك حاجة في وسطك معناتها التبيد سي مال معناتها سي افخور. ثم شكون جيك ايه وطلب منك انك تسحر شكون اي تم يجيونا وانت ترفض؟ نرفض طبعا. انت تنجم اما ترفض؟ لا انا ما نجمش، انا ما نعملش الشر وما نفعلش الشر. ما برشا عباد تجي تقول لك انا نحب نفرق مثلا هذا مع هذا، نقول لها باري تقي مولاك، باري رجعي لربي، راهو تما موت، راهو تما ربي، هذوما الحاجات احنا ما نجموهمش. تجاوك عباد انت بعثتهم للطبيب البسيكياتر مثلا؟ نبعث انا كل يوم نبعث 10 11 12 14. وعندك بسيكياتر اللي يخدم معاه؟ لا والله لا ما عنديش. تمشي العرافة باش تقول لك حاجات هاي الاخرى تبعك، دونك باش دخلك ديجا في هاوس اخر ومانيش باش نخرجوا منها وباش تزيد المرض معناتها. انت تكون ماشي على عين تولي عم بجن وتولي فهمت، دونك جو بريفير كي تبدا انت تو بونس كو عندك عين تمشي للبسي كو تمشي للعرافه اللي سافا ساغرافي. عندك قوه خارقه تخليك تعرف المستقبل؟ لا. عندك قوه خارقه تخليك توا تنافس اللي نفسه فيك مثلا لنفسه فيه؟ مثلا نقولوا كمال المغربي، محسن العيفة، ثم برشا ما همش مستوية. مدام شريفة، هل صحيح العراف أو الشواف عنده جن هو اللي يكون يحكي مع الجن اللي قدامه؟ صحيحة؟ طبعا ايه. ما تكون ساكنه جن يبدأ هو ملبوس مثلا كما كمال المغربي يشطح بالبراد ويشرب المطيب. علاش يشرب المطيب؟ احنا في المغرب هذوكا يطلبوا في ساحة الفناء في المغرب هذوك يطلبوا نعطوهم احنا الدرهم والعشرين والثلاثين وهو يشطح ويلعب بالبراد. علاش؟ على خاطر هو اصلا ملبوس، ما يجيش عبد ملبوس يداوي الناس. راه هذا اللي عنده قوه خارقه، ما عنده حتى قوه، راه عنده الشيطان لابس. اغرب الطلبات اللي جاتك؟ مره جاتني امراه جابت ساك معبي بالفلوس. قديش في فلوس؟ ما نعرفش قديش، المهم حلت الساك وراته ليا. قالت لي انا جيتك في موضوع. قلت لها شنو الموضوع؟ قالت لي انا نحب نفرق اختي على رجلها. ساك معبي جابته، حكيت معاها انا، قالت لي نحب نفرق اختي على رجلها. قلت لها علاش؟ شنو السبب؟ قالت لي هكا هو الراجل، قالت لي من الاول كان يحب يخطبني انا، كي شاف اختي بطل مني انا وخذ اختي، وخذها عرست بيه جابت منه جوج صغار، تحب قالت لي ندمرهم، نحب نفرقهم. قلت لها علاش؟ حرام عليك، هو مكتوب شافك انت وما عجبتيش وشاف اختك وعجبته خداها عادي، اختها بنت امها وابوها، فهمتي؟ كي حكيت معاها وقنعتها وكل قالت لي انت مريضه، قالت لي انت مريضه مش عاديه، قالت لي تحكي معايا هكا، انا جايبه لك ساق، قالت لي جايبه لك طروه، علاش ما تقبليش الموضوع هذا؟ قلت لها انت باش تدفني معايا باش تموتي معايا، نهارت لي باش يحطوني في قبري باش ترقدي معايا انت باش تحاسبي عليا؟ هذا كلام قلت انا ما نعملوش حرام. ثم واحد سياسي في ليبيا جاني زاد هذاك عرض علي مبلغ كبير قبل الثوره. لا 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 حتى بعد الثوره جاني وما قبلتوش على خاطر فيه موضوع حرام، فيه فلوس فيها حرام. اللي هو شنو الحرام اللي طلبه؟ أه؟ نعم شنو الحرام اللي طلبه هو؟ طلب مني حاجه حرام. اللي هي شنو نجم نعرفها؟ اللي هي تم امراه هذه كي هو يطلق المرأة هذه من رجلها هو باش يكسب التروة، يطلع هو حاجة كبيرة في ليبيا معناتها كادر كبير في ليبيا والكل، وطلب مني الخدمة هذه وقال لي نعطيك اللي تحبي، المهم تخدميها لي. قلت له لا. ثم حالات بتاع عقب ما نجحوش الطبة ونجحت انت؟ طبعا. وثم حالات العكس؟ ثم حالات العكس، معناتها انت ما نجحتش ونجحوا الطبة؟ اي طبعا. فتنحي التابعة؟ اي. كيفاش تعمل شنو التابعة؟ مش باش نعطيهم كيفاش تتعمل التابعة، عندها دواياتها، عندها امورها، النفس عندها امورها. احنا الخلطات راهم الجد جد، انا عندي جديتي اللي كانت تداوي عاشت 114 سنة، اللي هي في الاختصاص في الاعشاب الطبيعية. غلطة تنجم تتسبب في كارثة. انا ما نعطيش حاجات راهي تاع ماكلة اللي باش تسبب في كوارث وكل ليلة بعدنا بخورات وحاجات وريتك. ماكلة لا ما عندناش حاجات اللي هي تاع ماكلة وحاجات زيوتات وحاجات تاع، ما عندناش حاجات اللي تسبب لطفة ليك. لا بابا ما عندنا حتى حاجة
تسبب في الخطر، بالعكس حتى كان ما تنفعك شيء راهي ما تضركش. يجيك شكون عنده جن شتعمل؟ نسرع. كي تسرع شنو يصير من بعد؟ خرج له الجن. ما تحذرت على الجن؟ كيفاش حذرت على الجن؟ كي تخرج له الجن كي بدا عبد ملبوس يتسرع قدامي، يدخل لي عبد ملبوس يدخل شوفني تسرع. علاش وحده؟ حتى عسلمه ما يقولها لك؟ ما يقول ليش ما يحملنيش. علاش علاش ما نعرفش. اول حاجه نعرفه بالانسان دجال والا ماهوش دجال. حتى هو مسكين راه يقول لك انا ليه انا نرقي وذا شيء تعلمته كذا. اول حاجه اذا كان نسال الانسان قال له شو اسمك وش اسم امك، اعرف راه في الدجل وراه نوع من انواع السحر اللي هو ما في بالوش بيه، اللي هو سحر واللي هو خدمه مع الشياطين. ما نقولوش خدمه بالشواطن على خاطر الخدمه مع الشياطين تتم، لانه الاستاذ هو الشيطان والمعلم هو الشيطان والتلميذ هو الإنسان. قال يعلمون الناس السحر. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. شنو ثم سبيسيال يخليك الدوي؟ ثم حاجات معينة اللي هي تخرج الجن. خرجوا نقرأ عليه صور معينة، حاجات معينة باش يخرج الجن. الدوي بالقرآن يعني؟ طبعا. هذا تشوفه حرام ولا حلال انت بينك وبين روحك؟ حرام كي باش تعملي رقيه وتخلص عليها. الرقيه انت بلاش فلوس؟ بلاش فلوس. الراقي الشرعي الحقيقي يلزم يكون انسان مواظب على صلاته، يلزم يكون انسان حافظ لكتاب الله عز وجل ولو الربع نتاعو قراءه. يشهد الله عز وجل لها بالإيمان. شنو معناها يشهد الله عز وجل بالإيمان؟ يعني كي بدأ يقرأ لك في القرآن، حتى يقرأ لك في سورة الفاتحة ولا في قصار الصور، يقرأها بالترتيل. اليوم كي تدخل ساعات لبعض الرقات، احنا دخلنا وشفنا ومشينا في إطار التجربة باش نشوفوا الناس شنو قاعدة تعمل، نلقاو تابلوات فيهم مربعات وفيهم آيات، وقال شنو حكمة؟ راهي هذيك ماهيش حكمة، راهو نوع من أنواع الدجل. شنو علامات المعيون؟ اللي ماخذينه بعين. اللي ماخذينه بالعين؟ العلامات. يحس بالكسل. ويحس بالخوف من أي موضوع يحب يقصده ويخاف منه. أي حاجة باش نعملها نخاف منها قبل ما نمشي لها. كهو تنجم هذوما تلقاهم في عبد وهو ما عندوش العين؟ لا. كان المعيون عنده هذوما زوز مع بعضهم؟ المعيون يحب يرقد، يبدأ تاعب ديما فاشل، يحب يرقد، يبدأ مدقدق، يبدأ وقدامه يتوجع فيه، فهمتي؟ والفشلة والبخل والحزن يعطل الحياة؟ يعطل. هذي عنده دواء زاد؟ شو الحاجات اللي ما عندهمش دواء عندك انت؟ تم حاجات ما عندهمش دواء وتم حاجات عندهم الدواء. السحر الاسود ما يدواش؟ يدوى. انت تعمل كيفاش الدواء؟ لا 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 السحر كل داء عنده الدواء. المأكول والمرشوش هما زوز انواع. ايه. ثم المأكول هو المأكول راه صعيب شويه، راه ما تمش المأكول، هو تم المدفون وتم الاسود. هدايا الاسود من اقوى السحر هو الاسود. كي ترقد تحس حاجه كحله تبرك عليك. ما فما ناس سحر تعبيد وندمت وجاتك باش تنحيه السحر؟ يقول لك انا ندمت وليت نحلم في حاجات خايبه وليت مش انا ضميري يألم فيا نحب نحي. تما ناس تخاف من ربي تقول لك بعد انا السحر مش ينجم ينحيه كان اللي عامله؟ لا، هو اللي يعمل عمره ما يداوي. هما عندهم كان الشعوذه، راهو العبد هذايا اللي يعمل الخلوه راهو ما يسمعش القران. يبدا الناس تخدم في السحر عندها ناس ملا ما يعومش ما يدوش ما يصليش ما يعبدش ربي ما يسمعش، هو بيدو ما يسمعش، هو بيدو الشيطان. المشعوذين هذوما يدخلوا في اكثر فلوس منك؟ طبعا الناس تصدق وتعطي يكذب عليها، هو يقول لها جبت لك راك ماكل. تو الراجل قد الباب يبدا واقف يقول له اكليتي السحر؟ تي ما تماش ماكل السحر، راهو اللي ياكل السحر يموت. راه السحر راهو سم.